عسلامة عمر، أهلا بيكم الناس الكل. الفيديو هذا يكمل الفيديو البارح نتاع مشكلة محطة النقل البري بجرزونة. اليوم باش نعرضوا المشاكل نتاع الشوافرة اللي عندهم الواجهات الغاليكة، اللي هما جاوا في بلاصة الحماية ماهيش موافقة عليها وماهيش عطيتهم كيما نقولوا احنا يا شهادة صلوحية ولا شنو. فما شهادة حسب نورمالمون تقوى شهادة وقاية، ماهيش عارف الشهادة بالضبط شنو شنو هي، لكن هما حالهم تويكا وضعهم كيفاش باش نجم نفسروا. عبارة هناك جاء عبارة انسان يسوق في كرهبة ما عندوش بيرمي ما عندوش اسيرونس وعمل بها اكسيدون مورتيل لي يهز له حق لا باطل، يعني عبارة سيء هذاك انسان فهمتي هو بطبيعته غالط. يعني تصوروا انتم كرهبة بلاش اسيرونس مولاها يعمل اكسيدون بعد شر على الناس الكل، مولاها يعمل اكسيدون مورتيل ماهوش باش يهز له حق لا باطل لحتى شيء. هذه هي نفس الوضعية متاع محطة اللواجات اللي بجنب محطة النقل البري اللي موجودة في جرزونة، اللي هما نورمالمون ملي تعملت المحطة في البلان تاع المحطة ينجموا يعني المسؤولين يعاودوا يرجعوا يجبدوا البلان تاع المحطة، البلاصة نتاعهم صورناها اللي هي موجودة بجنب المستودع نتاع الكيران غاديكا وين يقف نص مستودع وين يقفوا الكيران يعبيوا العباد في الباركي هذيك. فما كوان هو نورمالمون الكوان تاع الواجهات تقف فيه الغادي، وحسب ما باش نشوف في الفيديو اللي هو فهمتي يعني قطاع يولي يعني الواجهات تبدا منظمه، عندها باب نتاع دخول وباب نتاع خروج، والبلاصه هذيك فيها شهاده صلوحيه، وشهاده صلوحيه من الحمايه ما خذوهاش في الباركي اللي هما حاطينهم فيها، على خاطر الباركي هذيك تتعدى منها شعبه نتاع الغاز. ولا يقدر كان نهار تصير فيها اشكال وصارت فيها برشا اشكالات وصارت فيها يعني تاريخيا صارت حرائق ضروا زوج الواجهات وما هزوا ما خذاوش حتى حق على خاطر هما ممنوع يقفوا الغاديكا، لكن شركه النقل فرضت عليهم باش يكونوا الغادي. هذا الكل باش نشوفه في الفيديو اليوم، والناس تحب توصل صوتها من غير ما نستناو حتى اطار نقابي ولا انسان يعني كيما نقولوا هكا يعني ما سوى نقابي ولا اللي هو راهو اي انسان عنده مشكله عامه ماهيش مشكله يعني خاصه نتاعو هو يعني عنده مشكله هذه نحسبوها من المشاكل العامه وموجوده في جرزونه نوصلوا لهم صوتهم، وان شاء الله يعني المسؤولين اللي تتفرج في الفيديو ولا اللي تشوف الفيديو تاخذ الاجراءات اللازمه. خليكم مع الفيديو. يعني لهنيك فهمتي يعني بلاصه خطر برشا ريسك فيها برشا على خاطر كل اللي تحت ما فما شعب نتاع غاز يعني كانت تصير حاجة فهمتي نتاع الناس هذا الكل مشى. صارت حاجة صارت اللي عاد بن علي اللي هذيك هي هذيك هي هي البلاصه اختار هذه باش تحط فيها انت عباد لهنا وتحط فيها اشتهت تعب بالماء هذه كنت تعب بالماء ما عادش تستر على وجهك. الحماية المدنية ما هيش من الصعب فيها كما يعني يعني كي تصير حاجة حتى حد يهز له حق لباطل خاطر ما همش مستعرفين فيها كما فيها كما كهرباء فينا وما تعرفوا حتى ما قالت يعطيك خاطر لحد حدا عندهم الحق الحماية ما عندناش صلاحية ما عند الحماية اي ما فماش هذه الصلاحيه من عند حمايه عندك يعني تتحمل مسؤوليتك صارت لك حاجه لهنيك امورك. المشكله فاش السيد المعتمد ضاغط علينا بس باش نقعدوا فيها شنو بيقول لنا؟ ما عنده كان الوقت نحكيو احنا مش كلام يعني هو فرض علينا باش نقعدوا لهنا وهي بلاصه ممنوعه. بلاصة ممنوعة تحت الغاز عندنا فهمتي رجالة تصيف في الغاز الغاديكا وبار وبار الواد اللي متعدي من هنا فهمتني؟ ما من زيدك تشوف فيه قال لي نتاع الناس قال لي كي المضخ يسيب غادي قال لي يضربوا كل البريسيون علاش تجيك الريحة قوية. ايوا واحنا كمواطنين شنو ذنبنا باش تجينا الريحة القوية؟ يعني خلصوا هدايات تخلصوا هدايات خلصوا هدايات قول له مدير له ناس مشيت له خمسة مرات قول له اللي يخدم في المحطة مشى له خمسة مرات ما وش يعني. والمحطة شنو الامبلاسمون اللي حابين عليه يعني اخر بخلاف هذايا باش تكون حقوقكم الكل مضمونة؟ وين نبيل هي البلاصمون؟ احنا الاصل فصل الكارتير في البلون تاع الولاية اصلا 2004 قانونا باش تخرج وراه باش تشد وباش تنبل الكارتير
حكاية على أساسها خرجونا من المنزرجة على أساس في جنب الكار. من بعد كهبطنا وجابونا لهنا تقلبوا علينا قالونا لا بلاصتكم مش غادي في الكياس، حطونا بعد المسيري. ومن بعد المسيري جابونا لهنا والعباية في الشتاوي في قلب الماء لذلك الماء ما عادش تنجم تدخل. اه العباية باش نبي كياس هكا كراب العباد ابسط حاجة وريك التواليت وين عملوه يعني اللي في البلان موجوده نورمالمون باش نقلوا له الواجهه تخدم على اساسها البلان. اه البلان مخدوم حتى تاع التاكسي موجود. رئيس النقابه انا اللي نتكلم عليه بتاع البلان تاع الولايه يوريه البلان والوثائق. مش مشكل احنا فهمتي باش نعديه من غير ما تقعد تستنى رئيس نقابه وتقعد زايد. يعني نورمالمون البارتي هذه الكل اللي عاملينها باركينج هي البلاصه في هي بلاصه تاكسيات. هي نورمالمون هنا نبيع لا هذه بتاع تاكسيات هذه محل تاكسي هاي اللي تاكسي انا ما عنديش بها هذا انا هذه بعد الباركينج هذه محطه تاكسيات. ولهنيك اعطيني البلاصه نتاع اللواجات اي باب خذوا ليك احنا باب نتاع النمو هذيك انتوما في البلان البلان نتاعكم الاولاني بكل اللي قالوا عليه البلان الاصلي تعملت عليه المحطه وخذت عليه الموافقه والواحد يعني البارتي هذه اللي عاملينها هما باركينج هي فهمتني هو يا تو يعني باركينج باهي احنا ما ندخلوش الجمله يعني ما ندخلوش الكل ما هي تظهر تصويره من هنا. من الغادي اه يعني ما كملش الترافو نتاع المحطه نتاعكم. اه ترافو جمله ما كملش يعني وقفوا ترافو وانتم نورمالمون بلاصتكم غادي ولا هنايك السيركوي نتاع اللواجات اللي باش يعبي يبدا فهمتي من هنايك وعندكم باب تدخلوا له نورمالمون من الجهه الاخرى. ايوا مجاري خلوه يعني هو ترافوه على البلان بركه ما كملوش خدموه صحيح في الولايه ما كملوش خدموه هذايا فهمت يعني يعني الحمايه موافق عليها البلاصه. اول ما خرجنا حطونا في الحلف هنا نعبيه حتى تكمل المحطه. اي ركبت حتى ما فهمت نورمالمون اللواجات من هنا هيك والتاكسيات من هنا يعني كانت منظمه ما تلقاش اي ما تلقاش يعني عباد مصايبه تلقاها الناس كل الداخل فهمتك يعني المشكل توا هذا مشكل المحطه اللي كانوا ما طبقوش البلان كيف ما يلزم وحطوكم في بلاصه ماهيش امنه وبلاصه يعني فيها ريسك حتى الحمايه ماهيش موافقه عليها وكانت تصير فيها كارثه ما يهز حتى حد لحق لا بطل. الله يرحم في الوثائق هذا رب العوض علي عبارة سيروس تاع كهرباء فماش سيروس وتقلبت به الكهرباء ومات ومشى ما عادش باش يهز حتى شيء. هذاك هو نفس الريزلتا نتاع سيروس تاع كهرباء. لا 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 ماكش فاهم يعني تو احنا نقولوا باش نفسروا للعباد يعني عبارة كهرباء عملت اكسيدو بلاش سيروس ومات اللي فيها مش باش يهز لحق لها باطل كان لازم يتحكم عليه. تحكم عليه ان شاء الله. انتوما في البلاصة هيك نفس الوضعية. نفس الوضعية ما عندك حتى حق حق ما عندكش. هذا نحكي راهو في البلاصه باش نزيد نور للعباد اللي هي النقل البري محطه النقل البري بتاع بنزرت اللي موجوده في جرزونه. احنا اللواجات المدخل نتاعهم من هنا هكا فما مغادي بني خلوه كل حشيش وكل تراب. هاي هاي ما كبرتش كيف تتنظم يعني البلاصه هذه طريق الطريق نتاعها والسور هذا فهمتي يتحل. هذا يعني المحطة نتاعكم هذا يظهر المحطة اللي نورمال مو موجودة في البلان ومتخدمتش. شفتوا الأجاج باش ولاو طلعوا أنا مش ضد طلعوا. أي أي هذا من الأول ما فماش أي حتى الأجاج هما هنا. شنو هو الغاية مثال ينحيوا محطة ويخليوها بلاصة كيف هكاك شنو هي الغاية يعني من الحكاية؟ باش ياخذوهم راحتهم شو يحطوا كهرباء ما يحطوا. هذا يعني سور نورمالمون اللي وراء السور محطة اللواجات. نورمالمون وراء السور محطة اللواجات. ونحاوها لهم وحطوهم في بلاصة ماهيش مرخصة. وقعدت البلاصة هذيا ملي تخدمها هي بيدها ما تمستش.
هاي بعد نظافة يعني المرة الأولى واحد نظيفة وبعد وبعد نحب كل جيتك وهو المدخل هذا يعني المدخل منظم يخدم منه